عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي طي صدري دربا سحيق العطايا به بدأت ولكن لم أدري ما منتهايا لم أدري يأسي فيه ولا عرفت هدايا ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوا يا رب يوم الندايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي منطقة هذه نحن في منطقة في حي أروان وقال أن السكان هذا الحي معروفين بأنهم يعني يحبون يشتغلون ويعني أيام الاتحاد السوفيتي كان هنا في مصانع كبيرة وناس كانوا يشتغلون يعني في الصناعة كثير بس السنوات الأخيرة ما بقي عندنا المصانع القديمة إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا أهلا ومرحبا بالأمهات الكريمات وأخواني وأخواتي الضيوف هذا المشهد بالحقيقة كان حلم نحلم به أو تحلم به جمعية الصفا الخيرية الإنسانية قبل لا يحلم به أهل هذا الحي وبفضل الله عز وجل وبفضل المساهمين ما زلت أزجي رجايا يا 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 رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي واسأل عنا له المنة قل علامة انت تدريبة ندعيكم غايب عنا والحكم ميوز في الغيبة ينبغي الإنسان يتأنى ويحكم بأحكام مصيبة لا تحسب الحيف ذا منا النصف ناخذ ونعطيبة سوي ميل
وبلغه عنا بسلام وألف ترحيب. طيب يا الطاهر اشهد معنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرى بك ليلك وجنة اتجاه في الليل تسريبه. ريض يا الطالش يلم عنا خط بكتابك بترحيبه، لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريبه. بلغ المهموم متهنى سهل الليلة يهذيبه، يشغله بالفكر والظن مكر وسواس ولا عيب، حزن في قلبه مخاف انه دون ناس خايف تعيبه. قول له اللي له المنة علم بالجهر والغيب.